اخر حلقه من برنامج العائله وتلمت اكسبيريونس حلوه برشا مع سامي دريدي نهجو ميلاد مايا المجري منصف المزغني زهره بن عياد واميمه حساني بالطبيعة مع دي جي اخوان تحية لكم الكل ساخا نبداو بمايا قولي كيفاش هكا اول اكسبيريونس ليك خاطر انت بديت معنا من اول حلقة للتوا دونك ثلاثة شهور الكل وي واول اكسبيريونس ليك كرونيكوز نتصور هكا برشا حاجات والله فرحانه برشا اللي جربت معناتها الاكسبيريونس هذيا ما تصورتش نهار انا باش معناتها نوصل نعمل اكسبيريونس هكا في الدومين التلفزه وكل عجبتني فرحانه عرفت برشا حاجات عرفوني الناس شافوني وان شاء الله من نجاح لنجاح اكثر ان شاء الله ربي يوفقك مايا كيف كيف وميمة نفس الشيء استحقت انت في الحله الصيفيه هكا بون حطينا فرحانه برشا اول حاجه اني كسبت معرفتكم الكل ياسر عديت معاكم وقت مزيان التجربه هذه زاده خرجت بها باكسبيريونس مزيانه كانت اول تجربه ليا الحق ككرونيكوز وان شاء الله فيما خير ان شاء الله ما شفتش اللبسه هذيا لفسة ختامية بغزاغ والله بغزاغ ما خططنيش لحتى شيء هو أنا حبيت أن نودع الجمهور بتاعي فيسكو أنا عارف باش نرجع لبلادي لندن أنا عايش فيها حاليا لندن دونك حبيت نجيهم هكا بالستايل هذا هكا نبدل شوية نودعهم بستايل مزيان أوه وميمة انا ستايل هذا من قبل يعجبني ديجا توا عندي عام عملت بوست هكا في انستغرام وحسيتها خذيت تفاعل كبير فقالوا لي علاش انت على الحلقه الاخرى قعدت حايره شنو نلبس شنو نلبس قالوا لي علاش الحلقه الاخرى ما دامش معاك اللوك هذا علاش ما تلبسوش في الحلقه الاخيره فبزهر لقيت انا ومايا بون اذا اختلف الالوان مي بريسك ستيل كيف كيف ما فكركش اللوك هذا بحاجه يا حسر لاب فما افلام انا شنو نذكرك انا شنو نذكر انت بهوان جاردن سيتي المسلسل وجو بيشي اوريجينال اي حلوه هذاك الفيلم بيشي اوريجينال فيلم فيلم تفرجت فيه نجوى خليني نقول لكم كلمه قبل ما نبداو الحلقه نجوى كيفاش كانت الاكسبيريونس حلوه اللي مزيانه شفت فيها الباهي والخايب ما الباهي اكثر معناها اني ساعه دخلت حاجة جديدة ما نعرفهاش دومين لاكرونيك والبرودكسيون في اللاكرونيك دونك حاجات جدد عليا مازالين الواحد يعيش ويعرف دونك فرحانة بها فرحانة باللي جا واللي مشى واللي قعدنا في الاخر الكلنا ميرسي على الفرصة هذه ميسا خاطر محلاها دونك خلتني نعيش حكاية جديدة بتيتر تنجم تحلي افق اخرى خاطر الواحد قد ما يعيش قد ما في الافق يتحلوا له حاجه تحل ولا حاجه مزيانه دونك فرحانه بها سي منصف تعبناك لا 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 مازلت كيفاش كانت التجربه ككرونيكا والله تجربه جديده معناها لانه الواحد لما يدعى الى حلقات تلفزيونيه وما يكونش هو فيها لا يكون فيها الا مجرد منع باسط راي هذا شيء جميل وشكرا على رحابه صدرك انت واتاحه الفرصه باش الواحد يدخل في برامج في الحقيقه معناها هي الترفيه معناها والعاده انه ديما يقول لا ثقافه وما ثقافه هي كلها ثقافه هي كل الشعب اللي ما يعرفش الشعب هذايا فما هوش اصلا مثقف يعني لا بد من الدخول ومعرفه انماط كثيره من الناس وتنبه لان هؤلاء يعيشون معنا وانت تعيش معهم وهم ربما عندهم نظره عليك وانت عندك نظره عليهم فتتغير النظره شيئا فشيئا هذا لا بد من لكل من له يعني شيء من الثقافه لنقل لا ادعي يعني مثقف يعني موجه للجماهير ولكن الناس عندها ايضا ما توجهها وعندها ما تقول وعليك ان تستمع الى الناس عليك ان تستمع الى الناس يعني باستمرار حتى
تكون معناها إيجابي، حتى تكون مثل السمكة التي هي في البحر ويعني لا تجهل ما هو البحر. فعليك أن تعرف أن هؤلاء يعيشون معك، يفكرون بهذه الطريقة، بطريقة مختلفة تماماً عما كنت تفكر فيه أو ما ذهب في ظنك أنك تفكر فيه. فهذا شيء مهم وأشكركم. يعيشك، وإحنا وأنا زيد أنا شخصياً فرحانة برشا. يعيشك شكراً معك. وكي بدلت ليكيب في المرة الثانية معناتها جي انسيستي انه يكون موجود معنا منصف المزغني. هذا الكل راه انت تحمل المسؤوليه. نعتبرك اضافه للبرنامج. انا نتحمل المسؤوليه. لا ما حد المسؤوليه دي نتحملها. سامي الدريدي ظهر لي اول مره تبدا اكسبيريونس معناتها اللي تتفق فيه ما تخرجش منها تكمل. تفهم فمي سناخ انت زوج برامج وهذا الثالث اللي هو مع كنتي كنت إزتي مش خاطر مع كنتي ما عادش نحب نعمل حتى اكسبيريونس في العام هذا. وديجا حتى على الديجيتال قلت شو نبطل برشا حاجات معناها برشا قرارات تقلقت فهمت. ما قلت خلينا نجرب خاطر نحبك ميسا على الاخر. وديجا قبل ديما نحكي لك لي زانترفيو معاك كل ما تستدعاني انت ولا الصابرين الزوز في تونس نحبكم على الاخر ونحضر لكم وانا مغمضه كي جاتني الفرصه في تونس. انا وصابرين كاو اي انت وصابرين خدمت معكم بالكدا معناها نحبكم بالكدا من وهيف انا هنا نحكي كاعلاميات خدمت معكم برشا وصدقتوني برشا مرات. دونك مش نحكي على اكسبيريونس خدمه نحكي كانفيتي. كانفيتي كي جاتني الفرصه تاع خدمه معك انت ما نحبش نقول لا الحقيقه خاطر نشيخ عليك من قبل. ليكيب لقيتها طياره برشا، الامبيونس حلوه، لي ريونيون اكستراوردينير الحقيقه، حتى الاجواء الامبيونس كل شيء كل شيء اللي عشته معكم ما عشتوش قبل. دونك هذاك علاش لقيتوني ما خرجتش من ليميسيون وكان باش تكملوا حتى 20 حلقه هاني معاكم. وبالحق هذايا السابقه الحقيقه انا ما نخرجش منه الحقيقه انا نحب نرتاح ما نخرجش 20 حلقه زهره في الحلقتين هذوما الاخرانيين اللي حضرت فيهم معنا كيفاش شفت الامبيونس اللي كنت موجوده معاكم وهذه كانت اكسبيريونس معناتها في حياتي باش تخليني نزيد نقدم اكثر. واكثر حاجه يمكن صارت لي عام السنه حاجه مزيانه اني انا كنت موجوده معاكم. مرحبا بيك نورتنا. كيما كل حلقه كل واحد فيكم عنده الدخله نتاعو. دونك نبدا بمنصف المزغني اللي اختار يحكي على الرداءة الوطنيه الساعه. اسمح لها كل جمله قول لي ايش معناها. والله اللي صار في مع الاخوه الافارقه اللي هم إخوة في القارة وإخوة في الإنسانية. يعني أظن أن يعني هذا لا يجوز لأن الإنسان هو منذ أن يولد وهو يذهب في الأرض بحثا عن وطنه ويحاول معناه ربما يوجد وطن في تونس أو ربما تونس بالنسبة لي هي قنطرة للذهاب إلى البلدان الأخرى. البلدان الأخرى الأوروبية من مصلحتها أن تسد هذا الباب كمن يسد باب البحر لا تستطيع. ونحن في سياسيا صرنا في حالة لا سيادة وطنية ولكن في حالة حراسة، حالة حراسة، حراسة على حدود هذا الوطن وحدود الماء. نحن لا يمكن أن نكون مسؤولين عن الذين يريدون أن يذهبوا إليكم أيها الأوروبيون الذين جئتم إلى إفريقيا كلها ونهبتم ذهبها وخيراتها وفصفاتها ومناجمها كلها ونحاسها وحديدها والآن تريدون أن تعلمونا دروسا في الحضارة. هؤلاء ناس يعني لهم يعني رغبة في الحياة وفي حياة أفضل وحتى الحياة الأفضل التي تعيش بها أوروبا في بفضل مسروقات أوروبا. بالضبط. يعني أوروبا لابد لها أن تسرق حتى تصير على ما هي عليه ونحن يعني كأننا نملك المادة الخام وهي التي تملك التصنيع والتعدين وما إلى ذلك. فيعني هي وضعية معناها تتجاوز تونس يعني كوطن. والهجرات موجودة دائما، كل واحد يريد أن يذهب إلى مكان يتصور أنه أرقى وربما يعني أيضا هذا يشير إلى فساد الكثير من الأنظمة الإفريقية
الغنية والتي فيها حكام لصوص يسرقون ثروات المواطن. هذا المواطن ماذا يستطيع أن يفعل سوى أن يحاول أن يبحث لنفسه عن منفس، عن مخرج، عن 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 من هذا النفق الذي وجد فيه. نحن إذن يعني هذا يعني القرار لابد أن يكون سياسيا حضاريا ثقافيا ممتلئا بما نعرفه عن السيد الرئيس قيس سعيد. في نفس السياق باش تحكي زهرة، ما أنا باش نحكي معناتها بنظرة أخرى إنه اللي صار في صفاقس ماهوش شوية دونك، ونعرفوا اللي تويكا ديجيتال هو اكثر حاجه، اكثر وسيله توصل المعلومه للناس الكل. انا باش نلوم على حاجه لهنا لي انستغراموز الصفاقسيه وينهم؟ ما همش موجودين في اللي صار هذاك الكل، حتى حد ما هبط حتى حاجه على صفاقس ولا على اللي صار في صفاقس، الكلها قاعده تهبط في ديستري، في البحر، في البيسينات، في الوتله، اما حتى حد ما تفاعل مع صفاقس منهم، وحتى حد ما وصل هبط حاجه ولا قال شنو اللي صاير ولا شنو اللي ماهوش صاير. فما شكون هبط، فما شكون هبط، وفما شكون بر قال لك قال لك انستغراموز لي انستغراموز الصفاقسيه، ومعناها من اكبر لي انستغراموز في تونس مش كان في صفاقس، معناها اللي في تونس مثلا خلود معلها هبطت، لكن هي كي حكيت قالت معناها كلامها منطقي، قالت لك انا كي باش نهبط فما دوله، مانيش انا معناها فما سلطات اقوى مني، مانيش انا باش نجي تعاطفت اوكي، لكن مش تقعد كل يوم تعاود في نفس الكل يوم لان اللي صار ماهوش شويه، كان احنا هذيك كلها هنا تعاطفت مع صفاقس وعلى اللي صار هبطت، اما ما جاتش معناها دافعت على فما ديزانستغراميز اخرين وصلوا بعثوا لهم مساجات وقالوا لهم معناتها كيفاش ما تهبطوش، معناتها وكيفاش قالوا لهم احنا ليه باش نهبطوا؟ ايه علاش تتهموا في ديزانستغراميز وانتم نورمالمون معناها الدوله هي حسستوا كانوا انه تبدلت الادوار ولات مهمه المعلومه توصل عن طريق ديزانستغراميز تويكا في تونس ديزانفلونسوز كيما باش تفري تصويرها هما حيدوا المسؤوليه من العباد اللي بالحق هي مش كان محمد كريم والقطاع هما وقتاش يبداو موجودين كي باش يروجوا البرودوي نتاعهم كي باش يوريو حاجه هما يحبوا مش بشرط ولا يحبوا الوصله لا لا لا. انا لا لا مش بشرط هي انت تصير الدوله بالانستغرام راه اكيد كل شيء تو ولينا نعرفوه على الانستغرام كل شيء ولا يوصلنا باللي زاد مثلا الصور اللي وصلت لنا احنا اليوم نحكيو عليها عن طريق شنو؟ عن طريق السوشيال ميديا مش كان انستغرام لا لا السوشيال ميديا احنا وصلتنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبعد ولينا نشوفوا في وسائل الاعلام وغيره هي توجت نظرها فهمتها حابه تاخذ الموضوع من جهه اخرى حابه تحكي على المؤثرين كل واحد من المؤثرين وصلوا المعلومه للعباد اللي هي المفروض تعاود معناها وتسيبوا العباد المعنيه بالامر يعني ماهوش انا نحكي عليهم هما خاطر هما ياثروا برشا في العباد برشا برشا عباد يوميا توصل معلومه معناتها مش نقعد كل اللي صار ماهوش شويه مازال موجود اللي صار احنا شو فيها برشا مشاكل كان كل اللي كان باش كل انستغراموز يشد المحتوى نتاعو يبدلوا الى عاد فما صحافه ما يمتيان كانستغراموز انا ما كملتش الجمله اي بيان سور انت ما كملتش الجمله كان كل انستغرامور ولا انستغراموز يهمو في روحه هذا ما ينجمش يعيش ما ينجمش يعمل فلوس هذا شحال لا 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 ما قصديش هكاك هو زاد زاد انستغرام عبيد تمل سامحني تحل تلفزه تلقى مصايب تحل فيسبوك تلقى مصايب انت كيف تخرجش مع بلادك في المصايب وفي البيه معاها لا كانت هي اما زاد ماهوش لوجيك انه عبد باش يشد ماهيش وظيفته عايش اختي انت الحاجه مش فاهمتها انه ماهوش انتم كل شيء ولا تحملوه في الانستغرام انستغرام لازمك انت تقرا شنو يعملوا ساعات يعملوا كوليكت كيما هذيك البوليسي اللي فيها واضح نمشيو للدخله نتاع سامي دريتش الدخلة نتاعي انا سبيسيال شوية تخص طفلة نعرفها من 2001 نلعب انا من بيرسونيلمون نلعب كرة حديدية اللي هي البيتونك معناها جوغ بروفيسيونيل ولعبت في ليكيب ناسيونال والطفلة هذه نعرفها عن قرب خاطر لعبنا مع بعضنا في ليكيب ناسيونال وهي توا تلعب تبارك الله عليها انا نقول طفلة ب 1000 راجل نسميها 11 جابر 2 تاع تونس خاطر في البيتونك كان جا الاعلام خاطر هي كيما قاعد يشوفها كان جا الاعلام يتبع فيها كيما يتبع في 11 جابر راهي عامله اكثر من 11 جابر في اختصاصها الطفله اللي قاعدين تراو فيها عندها 6 ميداليات في الالعاب المتوسطيه اللي ظهر لي حتى جوار تونسي معمل فيهم 4 ذهب
هذا شامبيون دو موند، هذا شامبيون دو موند تونس لثلاث مرات تكون لا شامبيون دو موند في البيتان. هذيك في الـ في الـ لا ما نحكيش على لا نحكي لك معناها ما نحكيش على الرجال، هذيك في البولونغ تحكي تاع بوسيرك، هذيك البولونغ البيتانك البول العادي البيتانك العادي. دونك تلعب في فرنسا هذا شامبيون دوروب تاع ليكيب، برشا برشا تترويت عندها ما شاء الله. انا امنيتي بالحق الدوله والا المستشهرين ماذا بينا يتلهوا بها من البيجي، خاطر بالحق تشرف في تونس البرة. تصور كل جمعه تمشي لفرنسا وترجع لتونس، معناها على حساب فرنسا بطبيعه، فهمت؟ ماخذين غاديك اون شارج، ثم لي سبونسور تاع البول غاديك ماخذين اون شارج زاد، يستعرفوا بها البرة حاجه عظيمه برشا. من البيجي راك تقول من البيجي في البيتون في العالم حاجه عظيمه، في تونس كي تقول من البيجي حد ما يعرف ابار نحن اصحابنا مع البيتون اللي هي قاعده تشرف في تونس في العالم في اوروبا وفي الافريق. دونك نداء هو صغير للمستشهرين يتلهوا حتى بالرياضه ذي في تونس، عندنا برشا ابطال فيها. منهم انت بطل في شنو؟ في بطل ديجيتال. لا والله في كل حد لاعبي في كل حد. اما غير كي تفرغت وقتي للدومين هذا بعد شوي. تي ايوتا خاطر الحكومه الحديديه متعه. نجوى اعطيني دخلتك. انا دخلتي اليوم باش نحكي لكم على جمعيه تأسست حديثا سنة 21 سنة معناها 2021 اللي أسستها هي السيدة كريمة ميكي. كريمة ميكي دي ستون بسيكولوج تخدم في سبيطارات تونس، عملت جمعية بإطارات طبية وإطارات اجتماعية معناها يخدموا في الدولة، وعملت جمعية العنوان نتاعها اسم الجمعية جمعية وطنية مش أو إن جي، جو دي بيان جمعية تونسية وطنية اسمها نحب نعيش مع أمي وبابا. الجمعيه دي تعنى بالاسره عموما وخاصه معناها انتجر في العائلات اللي يبداو على ابواب طلاق، يعلموا كيفاش الكوبل يقعد عنده علاقه معينه باش الاطفال ما يتقلقوش، واذا الاطفال يتقلقوا ياخذوهم على 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 عاتقهم، وعندهم ناس كبار عندهم مدارس خاصه تعاون فيهم، عندهم جمعيه معناها دي سونتر تاع هذوما الطفوله المهدده تعاون فيهم، الدوله تعاون فيهم برشا، دونك يخدموا في خدمه جباره وقاعدين يتساسعوا بشويه بشويه، ويخدموا في خدمه على مستوى الاسره، وعندهم حتى دي سيونس دي فورماسيون نتاع لي كوبل اللي باش يعرسوا جدد، لي كوبل اللي باش على باب الانجاب تبدا جديده الحكايه، لي كوبل اللي يبداو الظروف الماديه صغيره كيفاش يتعاملوا مع المجتمع ومع الغلاء و و و، خاصه ياثروا الكوبل اللي بعدوا بلاش صغار، خاطر فما ناس كيطلق وما يجيبوش صغار يذيعوا المراه والراجل وهما يتبعوهم زاد هذوك، دونك يخدموا في خدمه جباره مزيانه. لا يبيعوا معناها نفسيا، نحكي نفسيا لونكادرومون بسيكولوجيك، دونك فما عباد تجيهم وتتعامل معاهم في لونكادرومون بسيكولوجيك سورتو، اما بالنسبه للاطفال احنا عندنا برشا نعرفوا الطفوله المهدده كيفاش بعد الطلاق وكيفاش المشاكل اللي تصير، دونك هما يحاولوا باش يكونوا موجودين كما في الاكسيون يعملوها في رمضان، انهم مشاو للسبيطارات للعائله للاطفال اللي راقدين في السبيطارات باب سعدون اللي في الجرون تونيس، عملوا دوره باهيه، الاطفال اللي من عائلات معناها من في منظومه الطلاق. كوسوسوا مع ابوه برك ولا مع امه، مشاو لهم وعملوا لهم كيما المهرجانات الصغيره والعروض، دونك يعطيهم الصحه دونك بيان. حبيت التحيه ليهم للجمعيه هذه خاطر قاعدين يخدموا في خدمه جباره مع الصغيرات سورتو. باهي نمشيو معاك اميمه. دونك دخلت اليوم حبيت نحكي على المفقودات في المواد المدعمه. حبيت نقول الى متى؟ مش عارفه يلعبونا بعصابنا، يتوجد الروز تفقد الفارينه، يتوجد الفارينه يتفقد الحليب. وتوعد اخر ما صدر معناها الاحداث الاخيره على الباجيت والخبز ما فماش. انا بيرسونيلمون تصدمت، فما كوش وصلوا يبيعوا الباجيت ب 500 مليم. خديت انا صارت خديت في معناها في مكان معين بون يعتبر راقي، لكن ماهيش لوجيك انك تاخذ خبزه ب 18150. باجيت مدعومه 18100 غاليه يا اميمه. عزيزتي انا مش نحكي على غاليه ولا مش غاليه. يا اخي مش مهرك بالمليارات. منتشمه لي 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 مش كيسيون مهر. شوف ما افصل طوال الحكايه هذيك، هذيك نحكي على شخصي انا شنيا نحب، هذيك حاجه تخصني انا، لكن احنا توا نحكيو في 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 حاجه صايره في المجتمع بصفه عامه. يعني سامحني انا مش نحكي على روحي، ايش نقول لك؟ انا مش قاعده نحكي على روحي في 18150، نحكي على انسان يخلص 600 700 دينار في الشهر وعنده سته في الدار. كان كل واحد باش ياخذ له خبزه ب 18150 على الدنيا السلام.
ومعناها ما فهمتش يحبوا يرجعونا باش يرجعونا ثوره الخبز عام 84. لا ثوره الخبز قامت الحوايج اخرى ما اما ما مش بحق على فما حاجات ماهيش قاعده تصير يلعبونا بعصابنا ما مانيش فاهمه ما واضح قلقك انك تشد الصف برشا لا قلقها انا شريت خبزه ب 18150 انت قدرت تشري غيرك ما يقطع هذا انا اللي حكيته انا مش على نفسي انا على نفسي خليتها الخبزه ب 18150 لكن خمم في العبيد الاخرى انا نمشي والمايه دخلتك بون انا توا نحب نحكي على الصيف بويسكو توا بحر وبيتش بارتي وكل شيء حبيت نوصي البنات المزيانات بليز الكرش معناتها علاش الكرش مفروته في البحر ودرشنا شويه ريجيم ولا شويه ماكله معناتها تنظم ولا شويه ليبوسيسيون والا اللي فوق اللي تقدر معناتها حتى اللي ما تقدرش تنجم تلبس هكا لبسه مزيانه كاش مايو حاجه مزيانه معناتها اما كرش مفروته القدام ودو بيس راهو غاف بيكم ما كانش في روك فيزي معناها لا 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 انا انا بطبيعتي حتى عندي كرش معناها انا معناها نسمن ونظف في جمعه حتى كان عندي هي عجبتني النقطه اللي قالتها البس حاجه اللي تويتيك معناها حتى كان عندك كرش مش عندك كرش تلبس لي بيكيني زاد مش حلو تلوث بصري هذاك تسمى شنو صحي تلوث بصري اكزاكتومون في عوز تقول لهم استروا رواحكم البسوا حاجه لا حتى ما يسرقوش مايو في المعلومة علاش انا في عمي هذا نعوب مايو مايو عادي نورمال اذا انت زايده في وزنك علاش تعوم بمايو مجعول باش انا نعطي بدني الفيتامين دي ونتفرهد ونحس حتى كان عندك زايد عندي كرش انا عمي عندي كرش وعندي فاليس ونلبس مايو مايو عادي ما نلبسش انا كسكليزم ولا جبه ولا جون سي با كوا فتش كي نكون نخرج على الشط كي نخرج على الشط ما نحبش مايو خاطر انت معروفه اول قالك تلوث لا لا نحكي حتى مثلا ما نتعرف انا ديما نعم مايو انا نحترم بدنك على الاقل شو تحترم بدني؟ تحترم بدنك هي مش مش للبحر للبحر البحر حقاش مايو مزيان والعباد ما لا نعرف الحمام تنزف دونك لا تنزف هذاك جو فيديغ معناها تنحي روبه ولا جبه وما حد ما يغزر لك خاطر سي لا مير البحر في تونس يغزروا لك الناس الكل مشغول باش تتفرهد هاك انا في الواضح لا 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 سير تشنج هاكا حام بدر الجو استقبلت تصويت الفنان هشام الرافتي
مش اللي صارت فيها خذيتها من عند شاعر. والشاعر هذا بايعها لثلاثة ولا أربعة أخرين. شكون الشاعر؟ معز داتسي. بايعها الفنانين أخرين؟ بايعها الفنانين أخرين. كيفاش بعد؟ معناتها بعد كنت ولا قبلك أنت وما في بالك؟ فما اللي قبلي أنا فما بعدي أنا. لكن كي أنا هبطها ما معناهاش كي بايع كان وحدك هاو فهمت هو العملية مشتفى الأغنية. وحدك هاو. فما اللي قبلك وأنت شنو عملت وقتها؟ نعم شنو عملت وقتها؟ شنو عملت؟ شنو عملت؟ هاني قاعدة ونجري ونجري مع اليوتيوب وإن شاء الله باش نراجعها أغنيتي فهمت؟ واتصلت بالشاعر؟ اتصلت به هو عنده الحق يبيعها في الثلاثة أربعة من الناس. و لا ما عندوش حق. كيفاه؟ عنده الحق يبيعها. ها بحذرك. فما برشا أغنيات مباعين لثلاثة فنانين أربعة فنانين. فسر لنا كيفاه ما عندوش الحق في الفن في الفن في الفن لا 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 يعني في الفن كما في المجتمع المدني مثلا ماش واحد يعرف بثلاث نساء ولا امرأة تعرف بثلاث رجال مثلا. ثم النص هذاك بكله فهمت ولا إذا أعطاك تقولك واحد وكذا ولا آخره معناها خلاص انتهى هذا ليك إذا تفهمته معاه إذا ما تفهمتش معاه هو له الحق باش يبيعه لأي نجم نفسرك أنا كيف صارت الإشكالية نتاعها في ساعة في ساعة تفضل الشاعر كتبها بها الإنسان معين فنان سيد هذا توفى عاود بها هو الشاعر هو بيده هو عاود بها لواحد آخر وأنا الثالث ولا الرابع الخامس هو اللي مشى عمل المشكلة هذه في الغناء متحايل يتسمى ينجم يكون متحايل ما نعرفش اما انا ما عنديش مشكله مع الشاعر انا ما عنديش مشكله مع الفنان اللي شكابيه هذا هو توا نورمالمون مش كنتو مع الشاعر يقول له شبيك بعد هالجوز من الناس وعندك شكابيه انا اليوتيوب وقفت الاغنى بالرغم اللي مغنيينها قبلي توا معناها نحترم الناس الكل كل واحد مغنيها في فيرسيون وعندك عقد في هذا نجحت معايا انا الاغنى عندك عقد في هذا بالتاريخ عندي بالتاريخ وعندي كل شيء جبتش كبير مي تبدا اليوتيوب اذا كان تبدا فيها الاغنيه فيها مش لا يقصوها ديريكت تقف الاغنيه حتى تفضل مش لو تعطي انت اوراقك وهو اوراقه ومن بعد دار الله يبارك الله فيه مش معناتها اليوتيوب فهمتني واضح برنامج نصرف عليها برشا الفلوس والسيد هذا لا نعرف ولا يعرفني معناها ديريكت عمل لي مش للاغنيه واضح بي. اليوم هشام قد عندك من انتاج خاص في رسيب عندي خمس اغنيات خمسه قداش من عام تنتج عندي والله عملتهم في عامي في عام انت موجود في الدومين عندي 18 سنه نخدم انا في الفن يجوني فنانين يقول لي عندي 18 سنه ادخل في عامين اي علاش 18 فاش تعمل 18 سنه والله علاش ما عملتش ما تفاضيش مش ظلمت له روحك ظلمت روح انا مانيش متفاضي للفن برجولي انا مانيش متفاضي للفن معناها كومبليتمون للفن عندك خدمه فهمت وفي الديجيتال هنا شلقت انا تو فهمت عملت خمسة كليبات الحمد لله الأغنيات ناجحين وبالكدا بالكدا زاد. وخدمت مهرجانات صيفية قبل واسكو السنة فما مهرجانات ولا؟ مهرجان رادس وبوغارنين عاد وكلموني توا رادس الزهرة بوغارنين. ميغرين. باش تكون موجود فيهم؟ إن شاء الله السنة باش نبدا. الصيفية هذايا. دونك باش تكون موجود. إن شاء الله إن شاء الله. وأنت تخدم على هذا يهمك معناها المهرجانات ولا تقول العروسات خير فيهم أكثر فلوس؟ والله أنا أسمعني أنا نخدم. كي كلموني المهرجانات قبل نبجل المهرجانات اذا كان اذا كان كلموني زاد ناس بريفي زاد نمشي زاد ما حاجتين في الكوليس ما يستقبل سمعتهم الحاجه الاولى سمعته قال لك انا ما نغنيش اغنيات تاع عباد اخرين كان عندي سويتي نغني اغنياتي حاجه اخرى جبد موضوع بقيت باهت انا الحقيقه بقيت باهت كيفاش هو تشنج تجبد موضوع على وليد تونسي ما قال لي هو نمبر 1 معي ما عندهاش برشا اي هو تقلق منها ما فهمتش علاش تقلق منها انت انا اسمعني انا ما تشنجتش الناس كل تشنجت هي راه ما فماش حتى واحد نمبر 1 في تونس تحل انت تدخل الفيسبوك تدخل اليوتيوب تشوف الناس معناها في اللايف كيف تعرف شكون نمبر 1 شكون ما فماش نمبر 1 في تونس في حتى واحد فما نمبر 1 تغني على روحك انت اذا تشوف النجاح نتاعك من العباد راه تبدا تغني لايف لو تتيون لحد اي وليد تونسي ناجح ناجح مش ناجح يغني الراجل اما نمبر 1 زايده هذيك الحكايه اللي عملها زايده علاش زايده؟ فما حدا واحد نمبر 1 الناس بدهم يغني لك انا نوقف لك مخك بالغناء ليه؟ فما شهره وفما ما فماش نمبر 1 انا نحكي لك عندي ثقه في روحي لو نحكي معك عندي ثقه برشا في روحي نطلع نغني ننسيك في ذيك اللي نغني يا ما انت ماكش وليد تونسي اسمعني يا حومه هذه حبوبه مالكش للفن الشعبي النجم الالقاب هذا يقول لك انا نحب لقب النمبر 1 انا مانيش متغشش راه وليد يخدم على روحه ويغني وليد يغني راه عنده طاقه صوتيه كبيره ياسر اما نمبر 1 زيد هذا
طاو غني لك انا تقول لي انت هو نمبر 1 فما عباد غني فما عباد غني فما برشا اللي بيحب استنى لا فما برشا عباد غني فما برشا عباد غني ريتي سايت شان فما برشا عباد غني فما خمسه من الناس يعرفوا يغنوا لقيه كل صايب عليهم منهم انت انا نعرف انا من انا مش وليد الصالح انا النجم نسمعك انت تحكم وحدك تو سامعني موال ترى وبعد نرجع لسي المنصف نعطيك حاجه على الام على الام بسم الله أمان 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 يا الوالدة في بالي ومهما خلص الدين يما 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 دي ما تسالي قداش عانيتيني وتسعة شهور في الحشا وضعتيني يما 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 قداش عانيتيني وتسعة شهور في الحشا وضعتيني وعامين في الأحضان ربيتيني يا ما سهرت الليل بعتي النوم الغالي قداش دللتيني وشميت عطرك بيه زهي بالي يما 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 أنا نقول لك أمك ثري دارك أمك ثري دارك وأمك دعاها بيه تقذى شوارك وأمك رفيقة في الخير وخنارك وأمك نجوم وأمك نجوم في سماك تلالي محال تلقى صدريك مسرارك كيف صدر أمك العزيز الغالي محال تلقى رفيقة تحمل دلالك والدراش الديقان تدعس عفيانة تدخل معاك حريقة تعفس النار تعفس النار تخليك انت التالي شوف كبدها قداش بيك عليقة وشوف حنها قداش يا بوهالي يا الوالدة يا الوالدة في بالي يا الوالدة في بالي ومهما خلص الدين يما 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 دي ما تسالي شكرا لا صوت ما غير اوتو تيون يستحق نمبر 1 شكون تقصد من غير اوتو تيون مسجل هذا باش يتعدى مش يتعدى في شكون ما غير اوتو تيون تحية كبيرة لوليد التونسي غني يعني حكيت لك انا غني اما عمل الباز هذيك مش انا اللي تغششت الناس كل تغشت العباد عليها حكايه تاع نمبر 1 حر معناها هو نمبر 1 نقول انا نمبر 2 اسمعني لا نمبر 2 دي نمبر 2 نمبر 2 في شنو مانيش فنانه شعبيه وليد التونسي الاخر سالوا المنشط وهو جاوب هكاك انت تعرف علاش قال نمبر 1 بعد ما كشف ما عنديش ما نفسر لك علاش هكا انت دوك نمبر 1 دوك وحدك راه لحظه برك ماهوش مقلقني الموضوع جاي لحظه برك نمبر 1 كل واحد يخدم على روحه في لحظه نمبر 1 على ستيل اللي يخدموا فيه انتم مع بعض يحبوا وليد التونسي انا خيال احصائيات نتاعو تقول هو نمبر 1 كل غنيه ما تعمل سكسي واضح قسيت على سي المنصف عندك تعليق مع وليد التونسي تو نمبر 1 خليه يحكي عادي انا تمنيت انه الغنايه على الام والام هي اصعب موضوع يمكن ان يكتب فيه شعر من اصعب المواضيع ويبدو لي أنه كثير من الأغاني ترضع من غناية محمد عبد الوهاب ست الحبايب كلها نفس الحكاية وما قدرش أردي لك أرد لك جمايلك وما إلى ذلك فنتمناو أن نسمع غناية على الأم تخرج عن هالموضوع هذا ما كل واحد يعبر بلغته مثلا تحكي لي لمحمد عبد الوهاب نمبر 1 تاع مصر يعبر بلغته هذاك ست الحبايب اما هذا زاد اما حكايه نمبر 1 الغاليه زاد بلغتنا احنا واضح واضح
بعد باش نختموا نحن بغنيه اخرى بيان سور. قلبي شبيه قلبك؟ قلبي شاورت قلبي عليه قال لي سلم. قالك سلم وخداك منها وخداك منها فعلها دونيه. وانت تبع قلبك ولا عقلك في العاده؟ ساعات ساعات تبع قلبي ساعات تبع عقلي. تو فيش تبع؟ تو ماشي مع البحريه. مع قلبك. مع قلبك. مع قلبك. شنو نخدموا بها قبلها هي خليل الكريم تخيتان. نحب نشكر امي اللي جابتني ساعة الدنيا هذيا وجيت بحذاكم، ونحب نقدم تحية لصاحبي فراس وخويا في عيد ميلاده، ونقول له جويز انيفرسير ان شاء الله كل عام تحية بخير، وشكرا لهم على الاستضافة. يعيشك شكرا ليك. صحيح. نختموا بقى
نجوى عندك اي اليوم بارتنير تاعك كمرأة مرأة داكوردو نشوفوا زهرة تكون في المستوى ولا اي فضي حب 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 اي تري بيان عرس عرس ظرس عرس لا يا عرس عرس صحي استل بغلي استل بغلي كيف باش تفهمها هي؟ يلاه فيك ناس ما فهمتش استل بغلي الكلمة اللي بعدها باهي سكينة 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 الكلمة اللي بعدها مقفول فلفول مقفول مقفول صحي خيمية فرتتو 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 فرززو فرتتو فرتتو صحي كسكيس كسكيس مهريس كسكيس 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 صحي ناموسة 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 صحي بوبي 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 بوبو بوبي بوبي بي بوبي دونك كلمة واحدة ما طلعتهاش زوز ما طلعتهمش وطلعت خمسة اي استنبغلي ما طلعتش خلينا توا خلينا نشوفوا توا منصف ومايا اعطينا الكاسك المايا ان شاء الله ما نهلكش الوحده شابو نتاعي شابو نتاعك خايفه عليك شو تتهلك عندك في المنصف الكاسك لا 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 عندها هي فوالا ما يزمك تسمع شيء اوكي فوالا نبدا يصير المنصف صباح الخيط ولا نخاف لك تحفه تحفة نحلة تحفة تحفة ترفع تحفة تحفة برافو دربوكا دربوكا شلبو دربوكا شنو المشكلة دربوك 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 بتاعها هي مش بتاعه هو دربوك دربوك صحي دربوكا دربوك ساكسوفون ساكسوفون كلمة بيب هذيك ساك ساكسوفون ساكسوفون سي بيان اوترا تاكسيفون ولا ساكسوفون؟ ساكسوفون تاكسيفون قلت صحيح علي بعد علي بعد علي بعد هو حب بيانو بيانو مياو بيانو هو بيانو جابوني تاع كيما بيانو ميغالو حل حل بيانو ميغالو بيانو اي نار نار كمانجا منجيه كمانجا ما طلعت هي شلي سفرجل كانون مجنون كانون كانون في بالي كلمة زايدة كانون كانون مزود 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 أنور مزود 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 عاودها بال مزود مزود اوكي عازف
عصفور عازف 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 عارف عازف غالب عازف عازف غالب عازف خلق تاخذش من كلمه عن معنى معدة معنى معدة غالب معنى معنى اعطيوني قدام صحيح معنى عندها غلطين كيف كيفين عندها خمسة نقاط خمسة مش يعني خمسة ولا سبعة تسعة عند يقولوا لي زهرة عندها سبعة صحاح ايه ومايا عندها خمسة صحاح خمسة صحاح فوالا فبالتالي فريقنا وزهرة هما رابحين يا ماما قبل ما نمشيو للجزء اللي بعد ونخرجوا فاصل نحب نخلي لك كلمة ختامة كخارجة رابحة زهرة فرحة خارجة فرحانة نحب نقول لكم على خاطر هذه آخر حلقة فرحانة برشا لي أنا كنت معاكم يعيش نحب نقدم لكم الناس الكل تحية ونحب نقدم تحية لأمي خاصة خاطر هي اللي كانت سبب باش أنا نقدم في حياتي وباش نوصل اللي أنا وصلت له توا خاصة فما تحية خاصة على الأخر اللي هي العبد مجهول معناتها في حياتي نحب نقول له كان مش انت راني انا مانيش توا هكايا وكان مش انت راني مانيش انا توا طفله قويه كما انت علمتني وكما انت خليتني نكون طفله قويه وميرسي للناس عرفت شكون ولا غلطه اي اي اللي انا عرفته خيبيا شكرا ليك زهرة نورتنا يعطيك الصحه شكرا ليك تحيه ليها نخرجوا فاصل وراجعين تحكي لنا على منحله بن عياد مرحبا مره اخرى زهره نحكيوا على منحله بن عياد وشنو فيها ككل اما جبتنا حاجه جديده المره دي احنا ديما متميزين بانواع الخلطات نتاعنا هذيك اللي حاجه احنا سبيسياليتي نتاعنا اللي معناتها حرفائنا الكل طالبينها منا بتبيعة ديما نخمو نحاولوا في الحرفاء الكل الحاجه الجديده اللي اليوم نحنا جبناها انه نحنا ديما تلما نخمو في حرفائنا ديما نحبوا نعملوا لهم لي زوفر دونك اليوم جينا وفرنا لي زوفر تاع الثلاثة كيلو لي زوفر في الخلطات بالنسبه للعبيد اللي ما تنجمش تاخذ قلنا حساب الناس الكل في الحاجه هذيا وحاولنا نطيحوا في الاسوام لو ماكسيموم وزاد عملنا لهم لي غراتويتي في 3 كيلو اي برومو موجود فيها موجود فيها غراتويتي هذا الكل على خاطر حرفائنا معناتها عملنا الفخ هذيا وزيدا ديما نتميزوا بانواع العسل المختلفه اللي عندنا كما نعرفوا طويكا سيف وكل شيء وموسم قطعان العسل دونك عندنا السدر والخلنج والبردقين الزعتر والكلاتوس والجبلي وعندنا الخلطات المتنوعه خلطه التسمين خلطه الطاقه والمناعه والخلطه تاع الخلطه الملكيه اللي هي تزيد في نسبه الخصوبه عند الرجال والنساء وعندنا خلطه الطاقه والمناعه اللي هي باهيه برشا للعباد اللي تعاني من المرض الخبيث ونعرفوا اللي هما يتعبوا برشا خاصه كي يبداو يعملوا في الشيميو ويبداو يداوي ويصبوا في الدواء دونك بدنهم يتعبوا المناعه نتاعهم تطيح دونك عملنا لهم طاقه الخلطه الطاقه تاع الطاقه والمناعه باش المناعه نتاعهم تقوى وميم طون الخلايا السرطانيه ما تزيدش في البدن وان بلوس ابار هذا الكل فما برشا عباد ديما تشكك تقول لك كلام عسل ماهوش حر عسل كيفاش نعرفوا انا حر ولا ماهوش حر فما حاجه بركة نجم تعرف بها العسل حر ولا لا هو كيفش؟ التحليل المخبري احنا نعملوا تحليل باش نعرفوا به نسبه السكر في العسل هذاك قداش نسبه السكر في العسل اللي هي نورمالمون معناتها لازمها تكون اقل من 5% السوفي فاتت 5% في التحليل راهو نحل هذاك علف سكر معناتها برشا عباد تجي تحط ماء وسكر في البيت بتاع النحل باش يكثر المنتوج ويقطع فيسع ويقطع اكثر من مره في العام احنا لا احنا نقراو حسابنا ونحيو ديما الكونتيتي تاع الشهد كي نقطعو ونخليو لها شهده ديما تعلف منها باش في التحليل ما يجيناش العسل معناتها اللي هو معلف سكر واصلا ما نجموش نعلفو سكر باش ما نضروش العباد دونك احنا نسبه التحليل اللي عندنا في العسل نتاعنا 1.68 اللي هي ريزولتا ساتيسفيت على الاخر هذه الحاجه الوحيده برشا عباد تقول لك انا نحرقوا والا نعملوا في الماء الحاجات هذيك كلها غلطه الحاجه الوحيده اللي تثبت العسل الحر ولا ماهوش حر هو التحليل المخبري ما فماش حاجه اخرى تري بيان دونك هذا جديد اليوم اللي حكينا عليه التحليل المخبري سينو موجودين الخلطات موجود الخلطات متوفر العسل متوفر الشهد العكبر حبوب اللقاح وغذاء ملكه النحل فوالا اللي يحب يكلمكم الارقام موجوده اسفل الشاشه وتعملوا ليفريزون نعملوا ليفريزون على تونس الكل اكزاكتومون شكرا لك يعطيك الصحه كانت هذه منحله بن عياد